السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد من برنامج تنوير. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام خلال هذا الشهر الكريم للرد على أي شبهات ظهرت ممن يشغبون على المسلمين في الشهر الكريم في شهر رمضان. كثير هي الملهيات التي تكون سببا في أن تصرف الناس عن اغتنام فرصة رمضان واغتنام فرصة العتق من النار، إلا أننا لازلنا نذكر مشاهدينا الكرام في كل مكان بأن الفرصة لازالت موجودة أمامك في هذه الساعات المتبقية أو هذه الأيام القليلة المتبقية في الشهر الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن لله عتقاء من النار في كل ليلة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر من النار. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور بدران العياري، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، المستشار العلمي والأكاديمي لجامعة العلا للدراسات الإسلامية والتربوية. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. أحسن الله عليكم دكتورنا الكريم ورفع الله قدرك في الدارين. آمين آمين. شرفنا بقدومك إلينا وأسأل الله يجعله في ميزان حسناتك. الله يرفع مقداركم في الدنيا والآخرة ويغفر لنا ولكم وللسادة المشاهدين ويجعلنا جميع معتقائه من النار اللهم آمين ومن المقبولين في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. اللهم آمين. فضيلة الدكتور، من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا القرآن الكريم، الله ويعني عظيم الآيات والأجر الذي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة التي تدلنا على عظيم فضل القرآن الكريم، يعني حضرتك تستفيض فيها يعني كيف ما شئت، ولكن لا زال هناك من يشغب علينا في عباداتنا. فحتى في الشهر الكريم شهر رمضان شهر القرآن الكريم هناك من يريد أن يشغلنا عن القرآن الكريم. قبل ما نتكلم عن هؤلاء الذين يعني يطعنون لنا في قرآننا أو بعض هؤلاء الذين يقولون لا إحنا عاوزين القرآن بس ودعكم من حجية السنة وما إلى آخر ذلك، خلينا يعني فضلتك تذكرنا بفضل قراءة القرآن الكريم لا سيما في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. القرآن العظيم الذي نزل في شهر رمضان كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هو أعظم نعمة من السماء إلى الأرض. الكنز. لو أن إنسانا يعني عنده كنز في بيته فهو هذا أعظم من الكنز. ليه؟ لأن القرآن هو الدواء والشفاء، هو النور والرحمة، هو علاقة السماء بالأرض. نعم. وهو المعجزة الخالدة الباقية. صحيح. الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات حسية كانت في زمانه. نعم. من شقق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه ثم وسلم. كانت المعجزة الخالدة هي معجزة القرآن العظيم التي تحدى الله بها العرب. نعم. وكانوا هم أفصح الناس، نزل القرآن الكريم على أبلغ من شهد التاريخ. العرب في ذلك الزمان أصحاب المعلقات نزل القرآن وهم قمة الأمم في البيان والبلاغة، وتحدهم القرآن بألف لام ميم اللي هي حروف من جنس ما تتكلمون بها، فذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. القرآن العظيم له علينا أربع حقوق: حق القراءة، حق التدبر، نعم، الفهم، حق التحاكم، حق الاستشفاء. جميل. القراءة القاسم المشترك بين طوائف الأمة. لأن التدبر أنا محتاج أكتب الأربعة محاول مرة أخرى شيخنا الكريم. أولا حق القراءة. القراءة. نعم. التدبر. التدبر. التحاكم. التحاكم. الاستشفاء. الاستشفاء. جميل. تفضل شيخ. القراءة قاسم مشترك بين طوائف الأمة. جميل. والله تعالى يسرها. نعم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. الحمد لله الأمية يعني تلاشت أو في طريقها إلى التلاشي. من لا يقرأ يسمع. والله تعالى من رحمته بنا أن جعل البروفيسير في الجامعة اللي ساكن في ناطحات سحاب له نصيب من فهم كلامي. صحيح. والرجل اللي في الغيط نعم. له نصيب من فهم كلامي. فلا يسمع القرآن أحد ولا يفهم شيء. نعم. لابد أن يناله نصيب من الفهم. ودي بشرى لمن يسمعنا وقد حرم القراءة والكتابة. يسمع. لا تحرم نفسك من سماع القرآن الكريم. جميل. يسمع القرآن. وحصلت قصة في أواخر التسعينيات سنة 98 تقريبا. أحد إخواننا الدعاء خطب. نعم. خطبة جمعة عن القرآن كانت خطبة لم أسمع بمثلها. ما شاء الله. جاء إليه تاجر بياع في الشارع، بيع متجول بيبيع أحذية بلاستيك، شباشب بلاستيك. وأمي لا يقرأ ولا يكتب. قال له يا شيخ فلان أنا عايز أحفظ القرآن.
طب هتعمل ايه؟ قال له انا اجيب لك ايام التسجيلات تسجيل صغير وتسجل لي جزء على شريط اسمعه ولزح فضلك اجي لك. تدري في كم يوم ختم هذا الامي اتم حفظا ام قراءه؟ حفظا، حفظ القران والله في 30 يوم. الله اكبر. كان يحفظ كل يوم بالسماع جزء قران. ما شاء الله. عكف. هو امي لا يقرا ولا يقرا ولا يقرا، ختم القران في شهر 30 يوم. كان يحفظ بالسماع كل يوم جزء بسبب خطبه هذا الخطيب. ايوه نعم. الراجل حي يرزق يعني. نعم. احسبه وانا لا اعلم من هو، لكنه خطيب احسبه يعني اخونا الشيخ احمد فاروق يعني. ما شاء الله ما شاء الله. مسجد قباء في مدينه قباء. رزقه الله الاخلاص في القول والعمل. نعم. فالقران حق عام يعني واجب عام على الكل القراءه. لازم تقرا. نعم. القران بس انا احتاج فقط من اللي بيقرا يصبر. يعدي بس الايه؟ اول 10 صفحات. نعم. يعني لو الجزء مثلا الجزء في المصحف المدينة 3 صفحات في 8 ب 24 صفحة. اصبر الستة الأولانيين. نعم. عشان الشيطان لا يريد لك أن تجلس على المصحف. يذكرك بما نسيت. يبعت عليك اتصالات بتاعت أمور يعني مهمة جدا. نعم نعم. فأنت بس اصبر، اقفل تليفونك وامسك المصحف. وعدي أول 6-7 صفحات. خلي قلبك يعيش في رياض القرآن. ما شاء الله. فالقراءة، وبعدين البقرة فيها 255 ألف حرف. ما شاء الله. اللي هو بكل حرف حسن. الله أكبر. تقرأ البقرة في ساعة وربع ب 255 ألف حسن. ربع مليون حسنة. ربع 200 وزيادة شوية. وعشر أضعاف. لا خلينا بلاش الأضعاف، خلينا في الحرف بحسنة. سورة البقرة فيها 255 ألف حرف. أي نعيم وأي فضل. ما شاء الله. والبقرة دي حالة خاصة يعني، سورة البقرة أنا أنصح بها نفسي وإخواني وبيتي وأولادي. ما شاء الله. وأحبابي وكل من أريد له الخير. لا تغفل البقرة. نعم. ليست في الورد يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة. صلى الله عليه وسلم. فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة. نعم. ثم السحرة. فالبقرة لها حالة خاصة غير الورد، لا تجعل يعني ما تستناش بقى لما الشهر يخلص عشان ترجع تاني تقرأ البقرة على يومين. نعم. لكن حاول يقرأها بشكل مستمر كل يوم، كل يومين مرة، بحد أقصى كل 3 أيام مرة. نعم. فإن أخذها بركة وتركها حسرة. نعم. ولا تستطيعها البطلة. جميل. والمشاكل عندنا كثيرة، البيوت لا يخلو بيت من سحر حسد عين. حسد. نعم. حالة سحر. نعم. حالة مس. حالة وخم. حالة تكسير عظام الناس. صحيح. فالبقرة، البقرة ده العلوم اللي في البقرة قليل عليها عشان تدرس 10 سنين. ما شاء الله. كنوز العلم اللي في سورة البقرة. نعم. قليل عليها 10 سنوات. اللهم عشان لك. عشان يفتح. نعم. ربنا يجعلنا وإياكم أهل القرآن فضيلة. آمين يا رب العالمين. نعم. إذا هذا حق القراءة. نعم. فلننتقل لحق التدبر. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. نعم. شفيعا للأصحاب. جميل. التدبر ربنا تبارك وتعالى نعى على الناس أن تقرأ من غير فهم. أنا لو جاي لي خطاب من الضرائب مثلا. نعم. أو خطاب من مؤسسة حكومية. مانيش فاهم هم عايزين ايه مني، هروح للمتخصص اقول له اقرا لي ده لحسن يخربوا بيتي. صحيح. فالقران خطاب الله لنا. نعم. انا مش فاهم اسال. والشيخ جوجل دلوقتي قرب المسافات. صحيح يعني. صحيح. وربنا شيخنا ذكر ان العله من القران تدبره، كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته. نعم. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح صحيح. الفهم. انا اضرب مثال بصوره قصيره محفوظه عند الجميع. نعم. وهي سورة والعاديات ضبحا. احنا بنقراها واطفالنا يحفظونها، لكن معناها ايه؟ يعني ايه والعاديات ضبحا؟ فالمريات قدحا. نعم. فالمغيرات صبحا. فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. نعم. وايه علاقة القسم بالخيل على حقيقة. صحيح. على حقيقة انسانية. وايه يعني معنى ضبحا فالمريات قدحا؟ ما معنى هذه نعم. العاديات الخيل ضبحا اللي هي بتجري وهي في جريها الحدوى الحديد اللي في رجلها بتصطدم بالارض او بالصخر توري تقدح الشرار. فانت تخيل صوره مكونه من 5 اجزاء، صوره خيل بتجري وهي بتجري بتصطدم بالارض يطلع من رجلها شرار. وهي بتجري بتثير النقع. نعم. اللي هو الغبار. وتتوسط الاعداء عند طلوع الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغار على قوم اغار بعد طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حلف اقسم بالخيل العاديات. نعم. ضبحا وهي بتجري بتوري القدح الشرار يعني بتقدح الشرار. المغيرات صبحا بتثير الغبار تتوسط الاعداء. يعني هي صوره جماليه مكونه من هذه الايات الخمس. ما شاء الله جميل. على ايه؟ على ايه اقسم؟ قال ان الانسان لربه لجاحد.
لكنود. نعم. لكنود. وانه الضمير اما يعود على اقرب مذكور الانسان شاهد على نفسه بكده او ان الله شاهد عليه بهذا. وانه على ذلك لشهيد. نعم. مقر بايه؟ بهذا الجحود. ال- 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 الرابط بين القسم بالخيل على حقيقة إنسانية ما أقسمش على حقيقة حيوانية. هو إن الخيل والحيوانات مسخرة. نعم. وإن لم تعطيها حقها، يعني لم يعترض عزك الله الحمار على الفلاح لو ما أكلوش في إن يؤدي الشغل اللي عليه. صحيح. فهو مسخر بيؤدي العمل وإن لم يأخذ طعامه وشرابه. نعم. إحنا خدنا كل حاجة وما بنعملش حاجة. يعني إحنا أعطانا الله تعالى كل النعم. نعم. ومع ذلك إيه؟ إن الإنسان لربه لجاهل. نعم. فتخيل لما يعني ده مش تفسير، ده يعني ايه ده فتح محاولة بسيطة محاولة لتبسيط الكلام وتفهيمه. نعم. نعم. لكن اتضح معنى الكلام عند السامع غير قبل ان يسمعه. صحيح صحيح طبعا. وهكذا في كل القرآن، السماء والأرض في طول القرآن وعرضه. نعم. ما شاء الله. الإنسان لما يتدبر يفهم. ايوه نعم. ولما يفهم ربنا بيقول له ايه؟ يحب الكلام. اه انا كنت امشي قريب يعني ماشي في الطريق وبسمع يعني بعض المقرئين المتميزين في الأداء، فبيسمع كان بيقرأ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فقلت فين جواب القسم ربنا ولو أن قرآنا ده شرط. نعم. لو شرطية. أين الجواب؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. أين لكان هذا القرآن ده جواب، ده جواب الشرط. يعني القرآن تقطع به ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. سبحان الله. ولو أن قرآنا قطعت به الأرض لكان هذا القرآن. أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. فأي عظمة فيه. الله أكبر. أي جمال في كلام الله عز وجل. أنا محتاج يعني حلقات عن التدبر، لكن معك للصبح. محتاجين ننتقل للحق الثالث التحاكم بقى. وهذا هو لب البرنامج عندنا. ده هو القرآن ما نزل. نعم. إلا لهذا. القرآن لم ينزل إلا ليدير حركة الحياة. وإحنا عندنا شيء مهم يا شيخنا، ودلوقتي إحنا بنتكلم دايما في قضية برنامج تنوير للرد على من يثيرون الشبهات ويزعمون أنها تنويرا للناس فيشككون الناس في الإسلام، وهم في الحقيقة عندهم حرج من التحاكم إلى القرآن، وهذا يطعن في صميم إيمانهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الأمر قرآني ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحكيم الرسول عليه الصلاة. فمحتاجين نستفيض في هذا الجانب من حضرتك ونسمع فيه. موضوع التحاكم هو المقصد من بعثة الرسول صلى الله يعني عليه وسلم. أن الله تعالى أرسل رسوله. نعم. صلى الله عليه وآله لهداية البشر بهذا القرآن. نعم. الكون كله مسخر. إلا الإنسان. نعم. الشمس في مواعيدها والقمر في مواعيده. كله بميزان عند الله. نعم. لا يختل لنظام الكون المسخر. من المخير؟ المخير هو الإنسان. لو أن هذا الإنسان فعل ما يطلبه القرآن منه لدارت حركة الحياة مثل عقارب الساعة. لو تحاكمنا إلى القرآن لصرنا كأننا مخيرين في صورة مسخرين. ليه؟ لأنك أنت عملت بما يأمر به السيد. هو أنا عبد ولا سيد؟ عبد. أنا وأنت والناس والسامع كلنا عبيد. كلنا عبيد. نعم. والذي خلق والذي يأمر. ألا يعلم من خلق؟ فالله تبارك وتعالى اللي تولى بقدرته خلق الناس. هو اللي يسير حركة الناس. نعم. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. نعم. هو الله تبارك وتعالى يقول في آية الأنعام. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. نعم. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فالله تعالى يعني إيه؟ أفغير الله، قل أفغير الله أبتغي حكما. نعم. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب إنما جاء ليدير حركة الكون. ولا يشرك في حكمه. سبحانه وتعالى. نعم. لا يشرك. نعم. في حكمه أحدا. أحد. نعم. هو الخالق وهو الآمر الناهي. وهذا الكلام ليس تسلطا. حق الأمر والنهي والتشريع والسيادة حق خالص لله. وهذا ليس تسلط. إذن لا يجوز لي يا شيخنا الحبيب إن أنا أجي مثلا في شعيرة زي شعيرة رمضان إن أنا أقول هي ليس منها فائدة إلا إن ربنا قال لي اعملها، فلازم ده أمر سيادي من عنده من عند ربنا فلازم ننفذه خلاص. والسيد حين يوجه عبده لما فيه مصلحته. هو له السيادة سبحانه على الكون. بالضبط. إذن هذا عدم تأدب مع الله سبحانه. كرها أو طوعا. نعم نعم. هو سيد على يعني هو الخالق. كرها أو طوعا. نعم نعم. فإذا خلق الله الخلق. ووضع لهم نظام حياة. وقال هذا هو طريقي الذي. نعم. رسمته لكم. من سار فيه نجا ومن تخلف عنه هلك. الناس تدرك
ثمرة الخلق وثمرة التشريع وثمرة الأمر والنهي. فالله تعالى ما أنزل الكتاب إلا ليحكم به. جميل. هنا في شق آخر شيخنا الحبيب في هذه في القرآن الكريم. يعني البعض سيقول لك أنا مقر لك بالقرآن الكريم، لكن لن أقر لك بحجية السنة. وتجد الطعن في إمام البخاري والطعن في كتب السنن والطعن في الأحاديث الصحيحة. أنا بعمل كتاب الآن، أنا بعمل كتاب اسمه صداع التدوين. صداع التدوين. صداع تدوين السنة. أنا الحمد لله يعني الآن أجهز لهذا المشروع ما شاء الله بطباعة كتب السنة اللي دونت في المئة الأولى. الله أكبر. عشان صداع التدوين قال لك البخاري 256، طبعا عمر بن عبد العزيز هذه صفعة على وجه على وجه التدوين. عمر مات يعني. عمر مات 101، عمر بن عبد العزيز مات 101 رضي الله عنه. قال لأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وزير تعليمه قال انظر ما في أيدي الناس من العلم فقيده، فإني خفت درس العلم وذهاب العلماء. الله أكبر. وعمر مات 101 رضي الله عن عمر ودونت يعني. نعم. البخاري هل البخاري لما دون لم يكن قبله أحد مدون للسنة؟ كل شيوخ البخاري كانت لهم مسدد بن مسرد له مسند في البصرة. عبيد الله بن موسى العبسي له مسند ما شاء الله. طبقة شيوخ وشيوخ البخاري من سنة اللي هم البخاري تلقى عنهم كلهم لهم مسانيد. الله أكبر. أبو بكر بن أبي شيبة ليه مسند ما شاء الله، وعبد الله بن أبي شيبة له مسند. أين هؤلاء كانت لهم مسانيد؟ منها ما طبع ما هو موجود الآن، ومنها ما فقد. يعني لم يتفرد البخاري بالرواية البخاري بمئات السنين. بخاري 256 عمر أمر بتدوين السنة، عمر مات 101 وقبل عمر يعني لما دون كان الكلام ده جايبه من دماغه يعني. كان موجود كان بيدون شيء قائم وموجود. احنا عندنا صحف موجوده للصحابه. صحيح رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو كان يكتب ما شاء الله، وله 2300 حديث في مسند احمد ما شاء الله. ايوه. قال استاذن يصلم في الكتابه صلى الله عليه وسلم فاذن له، قال انك تتكلم في الغضب والرضا. قال اكتب فوالذي بعثني بالحق لا اقول الا صدقا. وده اول حد بعد ابو هريره في الاكثار من الروايه. 2300 وشويه. عبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله مصري، نزيل مصر ما شاء الله، أنشرف المصريين في يعني الله. أسانيد مصر موجودة. الله أكبر. عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء حق وأنا بدور الكلام ده أن نفخر بهم طبعا. الكلام ده برتبه الآن بشوف مين الرواة المصريين اللي حامل عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما نزل مصر مع أبي في الفتح ما شاء الله سنة 23 في ولاية عمر ما شاء الله. فالكلام هو أصل الكون واسع. يعني إيه اللي عايز يتكلم محدش يقول له أنت بتقول إيه. صحيح. إنما لا يأوون إلى أصول علمية في البحث. مفيش تجرد في البحث. هي شبهات، خبط عشواء، كلام مستشرقين موجود اصلا، كلام جولد زيهر وغيرهم من المستشرقين المجر اليهود، واخد بالك، تلقفوا الكلام ده. وابو ري قاله في اضواء على السنه المحمديه، وشيخ المضيره اللي هو يقصد ابو هريره. ومن ساعتها بقى والهري اللي موجود ده هو اصله جولد زيهر، خدت بالك. فده كلام لا يرتكن الى اسس علميه. طب دكتور، يعني تظهر علينا الان شبهه اخرى لاناس يسمون انفسهم بالقرآنيين. بيقول لك خلاص القرآن ده حلو وجميل وانا هاخد القرآن، لكن انا مش عاوز السنة، مش هطعن في البخاري ولا غيره. طيب. السنة كلها مش عاوزها. طيب. يعمل بربع القرآن. وانا احنا صايمين ليس كذلك؟ نعم. عرفنا الصيام منين؟ يعني مين اللي قال لنا كيفية الصيام؟ تفاصيل احكام الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم ان الحقنة المغذية تفطر. تمام. وان الامساك ده من القران نص على ذلك يعني من كذا لكذا، لكن تفاصيل احكام الصيام بين المفطرات من المراه الحائض. نعم. يعني جبناها منين؟ ان الحائض لا تصلي ولا تصوم. وغير ليست هذه وحدها، كثير يعني. المريض يعمل ايه؟ المسافر يعمل ايه؟ متعلقات احكام الصيام الكثيره. كيف فعلناها وكيف اتينا بها؟ القران لم يتعرض لها. القرآن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. الآيات الثلاثة الموجودة في سورة البقرة وحدها لا تفي بتفاصيل أحكام الصيام. هم يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا أخذنا الصيام بالوراثة. يعني عبر تواتر النقل. تمام؟ نعم. لا، لكن هيئات الصيام وأوقاته وتفاصيله ومبطلاته وكده ليست نقل أجيال. هذا يعرفه العلماء. نعم. من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي صام هو وأصحابه. نعم. ووضع لوائح وقوانين ونظم تنظم حركة المجتمع المسلم في الثلاثين يوم اللي صايمين فيهم، سواء في عبادتهم في القرآن كان مصحوب بأسباب نزول. يعني كان في أول التشريع
فأول التشريع اللي كان يأتي عليه المغرب ولا يأكل وينام ويصحى ما يأكلش تاني. نعم. خدت بالك؟ وإن قيس بن صرمة الأنصاري رجع إلى امرأته من العمل قال عندك طعام؟ قالت لا. فأصنع لك فنام، فلما جاءت وجدت نام قالت خيبة لك، فلما استيقظ لم يأكل لأن لم يشرع له الأكل بعد الاستيقاظ من النوم. وبقي إلى ظهر اليوم الثاني أغمى عليه. فأنزل الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. لولا هذه القصة في سبب نزول الآية ما فهمناها. وأمور كثيرة. طب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هيقول لك القرآن طيب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم هو إيه؟ القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى هو إيه؟ يا السنة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم كثير. مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا من غير السنة القرآن يستعجم. يستعجم يعني إيه؟ يعني يستغلق فهم. نعم. الصحابة وهم الصحابة والقرآن بيتنزل بين أيديهم ورسول الله بين أظهرهم. لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، آية سورة الأنعام. نعم. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تعنون ليس الظلم الذي تعنون وإنما هو الشرك. ألم تر إلى قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم في آية الأنعام بالشرك الموجود في سورة لقمان. ده من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. نعم. فالقرآن بغير وحي، بغير الوحي الملازم اللي هي السنة. نعم. لا يفهم. نعم. أبدا يستغلق. وإلا خلي حد من هؤلاء اللي بيقوله القرآنيين يأتي على آية سورة المائدة مثلا اللي فيها إن الإنسان إذا كان مسافر واستأمن أحد على أمانة. نعم. كيف يؤديها؟ وسبب نزول هذه الآيات ليس على في قبل الربع الأخير من سورة المائدة. يعني أذكرها الآن بإذن الله. على على كل حال ليست هذه وحدها. القرآن بطوله وعرضه مليء 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 بالقصص والوقائع والأحداث التي سجلها القرآن الكريم وفسرتها السنة النبوية المطهرة. السنة فسرت هذا الذي نزل. نعم. من غير ده، من غير السنة لن نستطيع فهم القرآن، لن نفهم هذا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. نعم. ثم اتقوا وأحسنوا. والله يحب المحسنين. معنى الكلام ده إيه؟ الآيات اللي فيها تحريم من غير بيان السنة لهذا التحريم تبقى آيات مغلقة. سواء في الأحكام، في الحدود. نعم. في الأموال. نعم. في العلاقات الدولية. في الاقتصاد. في فتأتي السنة مفسرة له، تفسر بالوقائع. نعم. التي حصلت. لما أنزل الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون، كانت في مشكلة بين الزبير بن العوام وبين جاريه الأنصاري، الاثنين أرضهم جنب أرض بعض. لكن أرض الزبير أولا. نعم. تأتي الماء عليها ثم أرض الأنصاري. الأنصاري يريد أن يسقي أرضه أولا. نعم. هم أصحاب البلد يعني. والزبير ضيف عليهم. مهاجر. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين حكم بالفضل. قال اسقي يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك الأنصاري. معروف في قوانين السقي عند الفلاحين، أنا راجل فلاح وأعرف. لما تسقي الأرض لازم تسيب مقدار شبر كده علشان الأرض تشبع، علشان تبقى شهر 40 يوم لغاية ما تجيلها دورة سقي مرة أخرى. فالنبي لم يأمر الزبير بمسك الماء، وإنما مجرد إنها المية تمشي في الأرض وبعدين يرسله إلى جار. نعم. فالأنصاري لم يعجبهم. قال أن كان ابن عمتك، بيقول للنبي. أيوة. نعم. الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب. أنت حكمت للزبير عشان هو ابن عمتك. فقال له اسقي يا زبير ثم أمسك الماء حتى يصل إلى الجدر اللي هي التربة بقى المرتفعة شبر دي اللي عليها الزرع. ثم أرسله إلى جارك. نعم. حكم بالايه؟ بالعدل. بعدما حكم بالفضل، لما ما عجبوش الفضل قال له خد حقك. استوفي حقك. نعم. وانزل الله تعالى هذه الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يعني حتى نفسيا ما ينفعش تكون متضايق او منزعج، حتى لو انت رفضت، يعني حتى لو انت عاوز ترفض الامر
ولم تصرح به لا يجوز لك أن يكون في صدرك حرج. لا 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 يكون في صدرك حرج وإلا انتفى الإيمان. انتفى الإيمان. آه طبعا ينتفي. فلو ربك لا يؤمنون. طبعا ينتفي كمال مسلم لكن ليس له كمال الإيمان. نعم. فالسنة لا يستغنى عنها في فهم كلام الله. نعم. أبدا هو وحي مصاحب. الحج ليس في أبدا يعني في آيات البقرة. في آيات آل عمران آية واحدة. في آيات سورة الحج نفسها. نعم. ليس فيها ذكر لتفاصيل الحج. خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عامي. نعم. هذا كل تفاصيل الحج القرآن لم يرد فيها شيء. لخوض بعرفة. نعم. تمام. طواف الإفاضة. كل سعي الحج. نعم. كل ده من السنن. صحيح. رمي الجمرات. القرآن ليس في رمي جمرات. نعم. فلا القرآن بغير السنة يستعجم. وده طبعا يعني ده الاستشراق له تاريخ. الاستشراق حاول خلال أول 100 سنة من سعي الاستشراق إن هو يطعن في القرآن فلم يستطيع فلم يفلح. ليه؟ لأن القرآن تولى الله حفظه. نعم. قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه. لم يعهد الله للعلماء بحفظ كتابه بحفظ القرآن حفظه بنفسه. نعم. كما عهد إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى قال ما استحفظوا من كتاب الله. نعم. وكانوا عليه شهداء فلما استحفظوا ضيعوا بدلوا. نعم. فحفظ الله عز وجل القرآن حفظ الله كتابه. ومن مستلزمات حفظ الكتاب حفظ السنة. نعم. لأنها باقية. نعم. وهي غصة في حلوق التنويريين. صحيح. من يسمون أنفسهم أبعد الناس عن التنوير. غصة في حلوقهم. نعم. نعم. تمام. لأن أنا يعني نصف القرآن أكثر من نصف القرآن أحكام وتاريخ اللي هو قصص. نعم. وعقائد اللي هي الآيات الكونية والعقائد. نعم. إذا أنا أهملت السنة تلك القرآن لا قيمة له. صحيح. لا وزن. وهذا هو المطلوب بشيخنا الحبيب. وهذا الذي الطعن الذي يفعلونه في السنة والصحابة. لأن الاستشراق لما فشل في التعامل مع القرآن ومحاولة النيل منه لم يفلح قال لك ارجع إلى السنة. نعم. ارجع إلى السنة هي الطعن فيها يوقف حركة فهم القرآن الكريم. نعم. لكن الله تعالى يعني حافظها. وكما صحيح. حفظ كتابه لأنه من مستلزمات حفظ الكتاب حفظ السنة. أن تحفظ السنة. ومن مستلزمات حفظ الكتاب حفظ اللغة العربية التي هي وعاء القرآن الكريم. ما شاء الله. فيبقى تبقى اللغة محفوظة وتبقى السنة محفوظة ليبقى حفظ القرآن بإذن الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أو لا يعلمون. وبيننا وبينهم الزمن يعني. نعم. إن شاء الله الأجيال الصاعدة يكون فيها الخير. يرون فيها الخير يعني في الزواج. نعم. يقولون في الزوايا خبايا يعني. نعم. فضل الدكتور يعني في دقيقة نختم بها أو في دقيقتين. واجب القرآن علينا وبالذات ونحن في هذا الشهر الكريم. احنا قلنا القراءة والتدبر والتحاكم والاستشفاء. الاستشفاء يحتاج إلى يقين. نعم. يعني القرآن شفاء. الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا أريد فقط القرآن ليجرب. لكن انت خذ الآن كوب ماء واقرأ عليه الفاتحة 7 مرات بيقين. نعم. واستشفي بها. وانظر في الأثر. نعم. هذا يحتاج إلى جهاز استقبال جيد. ناسف. نعم. نعم. الاستشفاء بالقرآن الكريم. أنا أريد أطلع ده بعيد. نعم. استغفر الله. فالاستشفاء بالقرآن هو خير موجود. نعم. يجده من يطلبه. أنك توقن أن القرآن شفاء. نعم. أنك يعني تقرأ القرآن بنية الشفاء فيشفيك الله. هذا موجود. لكن يحتاج إلى يقين في القلب. نعم. أن الإنسان فعلا يقبل على القرآن الكريم يستشفي به ويعلم أنه شفاء. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم قال ماء زمزم لما شرب له. نعم. فزمزم شفاء. لكن يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى جهاز إلى استقبال. نعم. يعي مقدار إن زمزم شفاء. نعم. والله أعلم والحمد لله. الله أمين. الحديث مع حضرتك حقيقة نحتاج به إلى وقت أطول. لعل الله عز وجل يجمعنا بفضلتك قريبا. نسأل الله يبارك في عمرك وفي طاعته. آمين. اللهم أمين. فضيلة الأستاذ الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث بجامعة الأزهر
الشريف المستشار العلمي والأكاديمي لجامعة العلا للدراسات السلمية التربوية، جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى من برنامج تنوير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.